شو تذكرت لك نكتي بتفقع من الضحك؟ شو الحكي؟ معقول يكون بهالزمان في نكتة بتضحك؟ هاي النكتة بالذات بتضحك كتير، اصلا مو بقيان غيرها بتضحك. خليني احكي لك اياها. لا ليش؟ لك اخي، مو جاي على بالي اضحك. صدقني هالنكتة هي بالذات حلوة كتير، بعدين فيها مقولة. نكتة وفيها مقولة، شو هالحكي هاد؟ الله وكيلك، فيها مقولة وحلوة كتير. خليني احكي لك اياها. لا لا الله يخليك، والله بخاف تطلع بايخة. يا سيدي بوعدك تقلب على ظهرك من الضحك، بس اوعى توقع لتحت. خليني احكي لك اياها. ماشي سمعني. راح احكيها. بس وينك؟ قسما عظما، إذا كانت هاي النكتة ما بتضحك، فلا بعمري بسمح لك تحكي لي نكتة تاني. وأنا قبلان. هات لنشوف، احكي. هذا يا سيدي نحن. اي بس هي النكتة نحن. عجبتك بابا؟ والله بضحك، بتفقع بالضحك. نحن 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 عما كنت وما فيني اضحك. نحن نحن